تلعبوا لك في الكامبيو والبومباتشي وتبي لك خدمة فاشي وكانك بتدوي يقولوا لك يا تصفق يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم في الحلقة 32 الموسم العاشر من برنامج المخزن. عشان صاير هاي بسم الله ملعب طرابلس المعروف الرياضية سابقا يوم لحد اللي فات فل كان نصهم بس طلعوا قالوا هو في نفس الوقت رانا الانتخابات درناهم أمس وسعر الصرف ولا بزوش كير سمانس ضرر السيول قاعد مستمر في أغلب المدن الليبية اللي قاعد يصوب فيها أمطار مؤخرا في سبها وجفرة الوضع مولي خطير جدا وإن شاء الله ربي يفرج عليهم. الأمطار بدت تبشبش في طرابلس وردي الشوارع بدو يتسكروا من الغريق يا سعدونا يا الغريب في ليبيا بصفة عامة إن إحنا ديما نسمعوا بالناس اللي انضرت ديما نسمعوا بالضحايا ما نسمعوش بحد يتحاسب زي اللي صار يومين فاتوا في السبعة هوب شلوب صارت عركة رططح 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 في كل تركينا ناس يجاروا تاني يوم ولا كأن حاجة تسمع باللي رعش تسمع باللي انضر اللي يتحاسبوا وينهم حتى تسمع بمسؤول انشد ولا سفير انشد ولا وزير انشد معاش تسمع بعدها ولا حاجة ورونا سمعونا شوفونا. في خبر نازل في المنصات الإخبارية يقول إن الجهاز الإمداد الطبي جايب أدوية مضروبة وعطيه للمركز القومي متاع الأورام وحسب كلام المنصات الإخبارية إن هم الإمداد الطبي جايبين أدوية من جهات غير معروفة والدواء بدل ما يساعد المريض قاعد يزيد في المضاعفات ومن الواضح إن إحنا كل حلقة بنجيبوا سيرة الصحة في ليبيا لأنكم والله ما تحشموا وبلاي ما تنسوش تكرمولي يا اللي شاد الإمداد الطبي ها ما تنسوش لأن إحنا اللي يلعب بالأرواح واللي يلعب برزق الناس نكرموه واللي يبي يدير الصح واللي بيوقف مع الناس تهججوه. طبعا وزارة الصحة انكرت هذه الاخبار تماما تويبا. والان الخبر الاقوى والاندل مقابلة خاصة للصديق الكبير على قناة الوسط الشنو مقايل صدوقة خذوا الملخص لما سألوا صدوقة هل توقعت قرار المجلس الرئاسي قال ابدا زيكم سمعت مني طاعت فسفس صدوقة عندك وقت يا حبيبي انت للدوادي. الصديق الكبير دوي وقال على منصات اخبارية تانية والفترة اللي فاتت على الوسط ان في تهديدات وصلينا التهديدات وصلينا من جهة الحكومة التهديدات مش وصلينا من عبد الحميد الدبيبة لا بل وكلا وصلينا من ابراهيم الدبيبة. وصديق قال بما ان ابراهيم الدبيبة ما عندهش منصب واضح في الحكومة فهو طلب من عبد الحميد الدبيبة ان يعطيه منصب واضح وصريح مش لما يطلع منه قرار زي هذا يتحمل المسؤولية. لما سألوا صدوقة قالوا له علاش انت خديت التهديدات اللي وصلتك زي ما قلت انت من ابراهيم الدبيبة بطريقة تخلينا نحسوا ان الموضوع خطير. صدوقة رد وقال ان ابراهيم الدبيبة صوته مسموع بين التشكيلات المسلحة شن هو نوع التهديدات الله اعلم ما قالش. صدوقة صرح وقال ان اكتر حاجة وجعتها من اللي صار ان لما شاف المصرف المركزي اللي سماه قلعة الليبيين يهاجم قدام الشعب والشعب يتفرج ساكت تملنا ايش نقول يا صدوقة لي يا سنين وانا ندوي والشعب ما دار شيء ولعنا اغنى تشرين خلبكم مع بعض الصديق الكبير اللي سمى القرار اللي صار تجاه بالانقلاب قال انه مستحيل المجلس الرئاسي يخطو خطوة زي هادي ولا يقرر قرار زي هذا من غير ضمانات ودعم من جهة تانية من هم الجهات قال الله أعلم. سأل المذيع قال له باهي موضوع الاعتمادات اللي يسألوه يقولوا الصديق الكبير كنوعة اللي يمشي معاه يعطي اعتماد واللي يمشيش معاه ما يعطيش. رد الصديق الكبير وقال شنو هو نالي نعطيهم في التراخيص وأكد وقال انه مش هو اللي يعطي في اعتمادات. لا يا اخوي صدوقة مستحيلة انت تعطي اعتمادات مستحيل اخوي هو اكيد انا اللي نعطي في اعتمادات انا اللي نعطي في اعتمادات خلاص لازم نكشف لكم السر انا اللي نعطي في الاعتمادات. من جهة لما سأله قال له بقى انت علاش ما بتتنحى من منصبه وقال انا ما عنديش مشكلة اتنحى عن منصبي لو ان الموضوع تم بطريقة قانونية صحيحة وفي نفس الوقت قال انا حنرجع نولي محافظ مركز ليبيا مركزي من جديد وبكل ثقة والموضوع حياخد ايام اضربي. حسب كلام مصدوقة ان المجتمع الدولي كل داعم ليه كمحافظ مركز ليبيا مركز واختم المقابلة بأن أسوأ سيناريو ممكن يصير في ليبيا هو النفط مقابل الغذاء على أساس حدا يتوى عنا حاجة تانية غير النفط نصرفه منها خليني ساكت. انتو شو رأيكم باللايف الخلطة اللي صاير هذه اكتبوا لي لطف التعليقات ما بين ما مشينا شوفنا الناس شو رأيهم واللي ناقص توين يا حاج صديق تقول مش أنا اللي نعطي في الاعتمادات ما أنا منو يعطي فيهم الحاج فتحي تم البصم والتوقيع وجهك بدأ من غير ملامح يا حاج توين ماشي بيه وين تبو بيه الدي هذا كله راه والله اللي خليتوه المصرف المركزي هذا عبارة عن سلطة. لا يا أخوي فؤاد نسأل الله السلامة خلاص وربي يفرج عن المواطن هذا هو اللي بنقوله. شو بنقولك تاني والله شو بنقولك كان يبطلوا لعب ويخلوا قلبهم على البلاد
بعد ما هم توا قاعدين يجروا على المناصب وقاعدين يلعبين في اقتصادنا قوة الليبيين. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص تو والله لقيت يلوم بين مع اللقاء قال الشعب الليبي يتبعني ما تضفش معي. تحشمت الحق انا والله تحشمت. روح هو تو الواحد مش عارف وين يدس وجهه منه يعني بجديات. وهذا هو لاعبين في الارواح، لاعبين في قوتكم، لاعبين في الشرف، لاعبين في الدنيا كلها. وانت يا مواطن يا حبيبي خود ولا خلي؟ بلمت السؤال هذا اسال روحك، جاوبه بينك وبين روحك، مش لازم تجاوبني في طالب. وان شاء الله من هنا للحلقه الجايه يا ودي، ان شاء الله من هنا للموسم الجاي نفيقوا شويه باش ان شاء الله الامور تتحسن ولو حتى شويه. هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.